يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن نقرأ في الصلاة قوله سبحانه ملك يوم الدين بهذه القراءة؟ لا يا أخي، إذا كان أهل البلد معتمدين قراءة من القراءات السبع فيجب أن تقرأ بها إذا كنت إماما، أما إذا كنت منفرد تقرأ بقراءة أخرى صحيحة لا بأس، أما الإمام لا، يقرأ بقراءة أهل البلد ولا يشوش عليهم. نعم.